مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في المحطة الإخبارية الأسبوعية علوم وتكنولوجيا، والبداية مع أحدث اكتشافات عالم النبات. قبل أيام اكتشف خبراء في حدائق لندن نوعا جديدا من الزنابق المائية العملاقة لأول مرة منذ أكثر من قرن. الزنابق المائية أطلق عليها اسم فيكتوريا بوليفيانا للدلالة على انتمائها للفصيلة المكتشفة عام 1853 للميلاد، والتي حملت اسم الملكة فيكتوريا تيمناً بها، وتعد هذه الزنابق الأحدث اكتشافاً. تنمو أوراقها حتى 3 أمتار وتتفتح في الليل، كما أنها تتحول من اللون الأبيض إلى الزهري. يقول الباحثون المختصون في إنقاذ الأنواع النباتية المهددة بالانقراض أن هذه الزنابق المائية تشكل إحدى العجائب النباتية في العالم. ومن اكتشافات الطبيعة إلى الابتكارات الصناعية، فقد قام باحثون يابانيون بابتكار طريقة جديدة لصناعة الإسمنت باستخدام نفايات الطعام، إذ يقومون بتجفيفها وضغطها عن طريق الحرارة. التقليل من تبعات تلوث البيئة كان هدفاً لهذا الابتكار، ذلك لأن إنتاج الإسمنت العادي يتسبب في إطلاق غازات دفينة ضارة بالبيئة. الباحثون يسعون لإضافة بعض التحسينات للإسمنت لجعله مقاوماً للماء، فقد تحققوا من نجاح التجربة وهم بصدد تحويلها لإنتاج فعلي، خاصة أن المواد المكونة قابلة للتدوير إلى ما لا نهاية، والإسمنت البديل قابل للتحلل عند الاستغناء عنه. من وظيفة مكتبية مملة إلى ثورة في عالم النقل، هذا ما قام به مؤسس شركة كانديلا السويدية المتخصصة في صناعة القوارب، حين قرر الاطلاع على تاريخ القوارب المجنحة والذي يعود لمئة عام تقريباً، ليقرر بعد ذلك أن يصمم قارباً كهربائياً يحلق فوق مياه البحر بصمت ودون إحداث حركة في الأمواج. يأتي هذا التحول السلس بفضل القوارب المائية التي يتحكم فيها بواسطة مستشعرات حاسوب، والتي تستهلك طاقة أقل بنسبة 80% تقريباً مقارنة بالقوارب التقليدية، وهذا يجعلها أكثر أماناً للبيئة. تكون البيئة أداة فاعلة وملهمة للابتكارات. شركة طلابية ابتكرت طلاءً يعمل بتقنية النانو ليشكل طبقة عازلة لحماية الأصباغ من مشاكل الرطوبة والملوحة لفترة أطول. لنتعرف أكثر على تفاصيل هذا المنتج في التقرير الآتي. ما يميز منتجنا هو منتجنا صديق للبيئة، طبيعي 100%. أهمية المشروع أن يديم لكم الصبغ لفترات طويلة، وجمالية البيت تظل لفترات أطول من العادة. يعني الأصبغ بالعادة تظل سنة سنتين بعدها تبدي تظهر هذه العيوب مرة ثانية، لكن مع طلاء تقدر تحفظ لك الصبغ من فترة 7 سنوات لعشر سنوات. تم تجربة الطلاء في أحد المنازل في ولاية السيب، والحين نحن جالسين نختبره، يعني مع مرور الأيام كمية الرطوبة مثلا اللي تمتص الجدار. طريقة تطبيق منتجنا هو عن طريق، إذا كان المنشأ أو المنزل قديم، منزل تم بناءه، فيفضل أنه يتم إزالة كل طبقة البرايمر السابقة وطبقة الأصباغ وتنظيف طبقة البلاستر بصورة تامة، بعدين يتم تطبيق منتجنا طلاء بطبقة واحدة فقط لمدة 24 ساعة. أحد الصعوبات اللي واجهناه هو تحويل المادة الأساسية إلى النانو. النانو هي وحدة قياس صغيرة جدا، استخدمناها عشان تخفي جميع مسامات البلاستر أساس تكون الطبقة واقية تامة بين طبقتين البلاستر وطبقة الأصباغ. خطتنا المستقبلية أنه نحن نوسع الشركة بالاتفاق مع الشركات المقاولات والمصانع، ونتم صنع هذا المنتج طلاء ونوسعه استخدامه محليا وعالميا. بهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة علوم وتكنولوجيا، نلتقيكم الأسبوع المقبل.